كل من ينشد السلام في هذه المنطقة ويريد حل رؤية دولتين عليه الفهم والإدراك بأننا ملزمون بمحاربة الإرهاب والتطرف. إن سبيل الوحيد لدى الفلسطينيين إلى حياة أفضل في دولة خاصة بهم وعبر نبذ طريق حماس وتباني طريق الحوار والتعايش السلمي. دولة إسرائيل تريد سلام ويتواجب عليها العمل إذا حماس من أجل تحقيق السلام. إننا نريد مستقبلا أفضل لهذه المنطقة ونحن نعمل بوسائل دبلوماسية من أجل تحقيقه. إن المفاوضات مع السلطة الفلسطينية في إطار عملية نابولس هي الطريق الصحيحة للتواصل إلى السلام، لكن حماس لا تريد السلام وقد ردت دوما بالدم والقتل على كل خطوة سلام ومصالحة، واقترحت فقط رؤية حرب لا نهاية لها. إنها تحاول المس بالإسرائيليين وكذلك بالفلسطينيين الذين لا يوافقون على نهجها، وقد حاولت زعزعة الاستقرار في دول أخرى. السلام مع إسرائيل والهدوء في المنطقة سيتحققان فقط بواسطة الحوار وليس بواسطة أي طريقة أخرى، لكن من أجل التواصل إلى ذلك يجب أن نحارب وبدون هوادة الجهات التي تحاول أن تمس بواسطة العنف والدم بحقيقة إجراء مثل هذا الحوار.